ننظر لموظفينا على أنهم قادة، وكل موظف لديه طموح لتحسين واقع الجهة الحكومية التي يعمل بها سندعمه ونرعاه ونبرز فكرته. سلسلة تغريدات جديدة أطلقها أمس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمناسبة تدشينه مبادرة حكومية على المستوى الاتحادي للرعاية ودعم وتمويل الأفكار المبتكرة لموظفي الحكومة الاتحادية البالغ عددهم 90,000 موظف، ولكن هذه المبادرة تبعتها رسالة. ما أجمله من صباح تفتح بريدك لتجد اسمه في قائمة المرسلين محمد بن راشد. إنها الرسالة التي تلقاها موظفو حكومة الإمارات صباح اليوم عبر البريد الإلكتروني من الشيخ محمد بن راشد حول مبادرته أفكاري التي أطلقها أمس، متداولين بشكل واسع نسخا منها معبرين عن فرحهم واعتزازهم الكبيرين بها، وهو ما أحدث أصداء إيجابية كبيرة حتى بين المغردين الخليجيين والعرب. إلى ذلك، تصدر تويتر الإمارات ظهر اليوم خبر فوز الدكتورة أمل القبيسي بمنصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالتزكية، لتكون بذلك أول سيدة في الوطن العربي تتولى رئاسة البرلمان، وذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس الوطني الاتحادي، وهو الحدث الذي حظي باهتمام إماراتي واسع عكسه هاشتاغ أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني، والذي تصدر تويتر الإمارات بتغريدات التهاني والفخر والاعتزاز بالمرأة الإماراتية وما استطاعت أن تصل إليه من أعلى المراتب في خدمة الوطن. انتخاب معالي أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني كأول امرأة عربية تعتلي رئاسة برلمان عربي إنما هو ثمرة للتنمية والتمكين في أبناء الإمارات. من ناحية أخرى، تفاعل المغردون الإماراتيون مع احتفالات المغردين في عمان بمناسبة اليوم الوطني العماني 45 عبر هاشتاغ احتفالي تصدر كل من تويتر عمان والإمارات هذا الصباح 18 نوفمبر، لتتوالى آلاف التغريدات المهنئة بالمناسبة الوطنية للبلد الشقيق. وفي تويتر السعودية حالة جدل واستنكار لمقطع فيديو يظهر مواطناً سعودياً يقوم بتهشيم سيارة أحد المقيمين لوقوفه خلفه بسيارته مطلقاً ألفاظ نابية، وهي الواقعة التي أثارت سخط المغردين السعوديين قبل غيرهم، مؤكدين أن مرتكب الفعل يستحق العقوبة وأن مثل تلك الأفعال العدوانية الهمجية لا تمثل إلا أصحابها. نكن كل الحب والاحترام لكل المقيمين بجميع الجنسيات والأديان، ما فعله هذا المريض لن يمر بإذن الله مرور الكرام. وفي تويتر المصري، وبعد أن أعلنت السلطات الروسية أمس بأن عملاً إرهابياً كان وراء تحطم الطائرة الروسية في سيناء المصرية قبل أسبوعين ردود أفعال متباينة، إذ اعتبر البعض أن ما حدث هو استهداف لعلاقات مصر بروسيا التي بلغت مستوى متقدم، في حين شكك آخرون بكل ما جرى، مستندين بذلك إلى النفي المصري لخبر توقيف 2 مشتبه بهم من العاملين بمطار شرم الشيخ، ومنهم من شارك في الهاشتاغ الساخر ملناش دعوة الذي تبرأ فيه من احتمال دفع تعويضات مصرية لروسيا. وأخيراً، البحث عن السعادة وأسبابها موضوع لا يمله المغردون، مطلقين هاشتاغ جديد بعنوان اختصر السعادة في كلمتين لتتنوع التعليقات بين طريفة وجادة. ففي الوقت الذي اعتبر فيه مغردون أن أبسط الأمور قد تشكل مصدراً للسعادة كأكلة مفضلة أو نوم طويل أو إجازة طويلة مثلاً، كتب آخرون عن قيم وعادات قد تجعل أصحابها سعداء. السعادة في كلمتين، بر الوالدين، الصدق والتسامح، الابتسامة الداخلية. السعادة في كلمتين، الثقة بالنفس. السعادة في كلمتين، السعادة بالقناعة.